يا أصدقائي، في الفيديو السابق كما تروا يا إخواني، في الفيديو السابق كنت شرحت لكم كيفية يعني حل لمشكل كيبورد في بانداموس برو، لكن الكثير لم يشتغل له تطبيق تبع الأو تي جي أ دي بي. الآن سوف أريكم كيفية يعني تفعيل بانداموس برو من الهاتف الآخر. هذه الطريقة التي يعرفها الكثير، ولكن سوف أريكم كيفية يعني جعل الكيبورد يشتغل والماوس. فقط تابعوا الفيديو للآخر يا إخواني، تقريبا نفس المراحل التي وضعنا في الفيديو السابق سوف نضع الآن. سوف تنزلون هذا التطبيق تبع باندا سكريبت باتشر يا إخواني، ثم سوف نضغط هذه الخاصية باتش اكتيفاسيون يا إخواني، كأننا نعمل تحديث لهذه الواجهة. ثم يمكننا نسخ هذه النصوص لكي يعني نستعملها في تفعيل التطبيق. هذا كل شيء يا إخواني، هذه النصوص سوف نستعملها في هذا الهاتف الآخر لكي نفعل بها بانداموس برو ونحل بها مشكلة الكيبورد الذي لا يشتغل في بانداموس برو. ثم سوف نذهب إلى الإعدادات لنفعل خاصية الديفلوب أوبشن يا إخواني. سوف تجدون هنا تضغطون ضغطة مطولة لكي تتفاعل معكم خيارات المطورة يا إخواني، وبعد أن تتفاعل معكم الخيارات المطورة سوف نذهب وندخل إلى الخيارات المطورة أو بالإنجليزية Develop Option، ثم سوف ننزل إلى الأسفل يا إخواني ونجد الـ USB Debugging لكي نفعل خاصية الـ USB Debugging. كما تروا يا إخواني هي خاصية الـ USB Debugging، كما تروا نفعل هذه الخاصية ونفعل هذه خاصية الـ Wireless Debugging. وهناك أشخاص في بعض الهواتف توجد عندهم USB Debugging Security Setting، هذه كذلك يمكنكم تفعيلها إذا يعني لم تكن لديكم Wireless Debugging. ثم سوف نعود إلى Pandamos Pro يا إخواني، واجهة Pandamos Pro كما تروا الآن. ثم سوف نجلب الهاتف الآخر لكي نشغل ADP OTG. سوف تنزلون هذا التطبيق، كذلك سوف أضع لكم في أول طريق أو في يعني يوجد في بلاي ستور، سوف تجدونه في بلاي ستور يا إخواني، يسمى ADP OTG Shell. كما ترون يا إخواني سوف ننتظر حتى يتحمل معنا ثم نعود إليكم. الآن يا إخواني كما ترون التطبيق اشتغل معنا، ثم سوف نربط الهواتف مع بعض بالشاحن والOTG كما ترون يا إخواني. عليكم بربط الهواتف يعني لكي نبدأ في التفعيل. ثم سوف ندخل على ADP OTG هنا يا إخواني كما تروا. هنا سوف نضع النصوص التي سوف تحل لنا جميع المشاكل يا إخواني. سوف ندخل هنا إلى إعداد التطبيق ثم نضغط على Clear Default لكي يصحح الأخطاء يا إخواني. ثم هنا سوف نعود إلى الإعدادات ويعني نفعل هذه الخاصيات مرة ثانية، نقوم بإلغاء تفعيلها ثم نفعلها مرة ثانية، ثم نعطي الصلاحية هنا لADP OTG كما تروا، فعل الخاصية ثم نضغط OK، ثم نضغط هذه OTG نعطي الصلاحية لOTG ADP يا إخواني، ثم ننتظر حتى يتفاعل معنا التطبيق، فقط بعض الوقت ويتفاعل يا إخواني. وبعد أن يتفاعل معنا التطبيق يا إخواني سوف ندخل هنا. سوف تلك النصوص من سكريبت باسر سوف تنتقل مباشرة إلى الهاتف الآخر إلى ADP. كما ترون يا إخواني هنا لدينا يعني نصين، نحن سوف نستعمل النص الثاني للتفعيل، والنص الثاني هو الذي سوف نحل به مشكلة تبع يعني بلوك الماوس والكيبورد وعدم اشتغالهم. كما ترون يا إخواني ضغطنا على النص سوف ينتقل هنا معنا مباشرة كما ترون. سوف ننتظر بعض الوقت كما تروا بعد أن يتم المعالجة، ثم نضغط النص الثاني يا إخواني هكذا، ثم نرسل النص الثاني يا إخواني. كما تروا بانداموس برو تفاعل معنا، ثم نرسل النص الثاني تبع حل مشكل الكيبورد لا يشتغل كما تروا يا إخواني. سوف ننتظر بعد الوقت كما تروا. الآن تم معنا كل شيء يا إخواني. سوف ندخل إلى فري فاير وسوف نرى يا إخواني هل اشتغلت معنا الماوس والكيبورد أو لا. كما تروا يا إخواني هذه النصوص هي مباشرة تنتقل إلى التطبيق تبع ADP، يعني ضروري أن تنزلوا هذا التطبيق في الهاتف الذي تريدون أن تفعلوا فيه بانداموس برو. سوف نربط يا إخواني الكيبورد والماوس وسوف أعود لكم بعد يعني أن ندخل إلى فري فاير لكي نرى هل اشتغلت معنا الكيبورد أم لم تشتغل يا إخواني. كما تروا يا إخواني الآن تم الاتصال بالكيبورد والماوس. سوف نعطي الصلاحية هنا كما تروا الأولى مفعلة والثانية والثالثة مفعلة، سوف نفعل فقط الثانية. كما تروا الآن دخلنا إلى فري فاير وسوف ندخل إلى اللعب ولكي نرى يا إخواني
هل يعني تم حل مشكل الكيبورد أم لم يتم حل المشكل؟ هنا لديكم الإعدادات، يعني عليكم بترتيبها. أنا سوف أرتب الإعدادات وأعود لكم يا أصدقاء. والآن رتبت الإعدادات يا أصدقائي، كما تروا الماوس يعني يشتغل والكيبورد كذلك يشتغل بدون أي مشاكل يا إخواني. كما تروا يمكنكم إطلاق النار، يمكنكم يعني فقط زر الماوس وضعوه يعني على زر الإطلاق لكي يمكنكم يعني الإطلاق بدون يعني أي مشاكل. كما تروا يا إخواني هذا كل شيء في هذا الفيديو. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لكي نستمر إن شاء الله، وضعوا لي في التعاليق ما هي أنواع الفيديوهات التي تريدونها وما هي المشاكل التي تواجهنا يا إخواني، وأنا سوف أضع لكم فيديوهات أشرح لكم يعني جميع المشاكل التي تواجهونها. وبإذن الله الكل سوف يلعب فري فاير بالكيبورد والماوس بدون أي مشاكل يا أصدقاء. مع السلامة.